بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي في الله، تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو سالمين غانمين إن شاء الله. أحبابي في الله، ما نسيناش الناس اللي عندهم العوارض في الوجه ديالهم وعندهم السحر المقابر اللي داروه لهم الصور أو داروه لهم في خرابة، عملوه لهم في مكان نجس أو داروا لهم الخيوبة. اليوم إن شاء الله غادي نحط لهم واحد الوصفة هدية مني إن شاء الله اللي غتكون إيجابية معهم وتعطيهم واحد طاقة إيجابية. تنتمنى غير الدعاء إن شاء الله. البنات اللي باغين يبطلوا الأسحار اللي عندهم في الوجه ديالهم، اول حاجه غادي ياخذوا العرعار والملح ويوضعوه في كاسرون. سنعطيكم وصفه فمي بدون مكونات، وسنعطيكم وصفه اخرى ان شاء الله اللي غادي تحدوا بها هاد العارض اللي عندكم في الوجه ومسبب لكم اذيه في الوجه، بتور الوجه اسود، الناس اللي محنين في الممشى وغير مقبولين، البنت اللي تيجي الخطيب ويشوفها وما تيبقاش يرجع تتبان ليه في صوره ما مزياناش، او البنت اللي تتمشي لاي مكان تتجي منبوده حتى واحد ما تيبغيها، كلامها غير مقبول مع جميع الناس، انها عندها مشاكل ديال الاسحار اللي مأثره لها وعندها خادم السحر اللي معطل لها الاحوال وخليها ديما مغبونة وديما عندها مشاكل وديما انها في حيرة في امرها تتقول مالي على هاد الحالة. لابد غادي يتفسخ هذاك السحر بالعشوب وبالقرآن الكريم. القرآن الكريم هو الاول، عادة وصفة من الوصفات ديما تنقولها باش نبرأ دمتي مع الله، لانني تنخاف الله من اي شرك ومن اي حاجه اللي تعطيني طاقه سلبيه وما يكونش راضي عليا الله. خاصني نعطي امنيه من الامنيات للبنات لانهم تنعتبرهم بحال بنياتي كاملين، وتنطلب لهم الدعاء وتنطلب لهم ان شاء الله ربي يجاوبهم في الحين. اذا هذه دعوه من القلب الى القلب مع وقت السحر، وقت الفجر دابا باش نصور. علاش نصور مع الفجر؟ باش نرضيكم نتوما، وفي نفس الوقت تنصور على حسب ما يكونش صداع، لان في النهار تيكون صداع. اذا حبايبي في الله، باش تعرفوا اننا تنتعبوا من اجلكم، ولكن انتما خاصكم انكم تدعموا القناه ولو بلايك او بارتاج، وحاولوا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. احبابي، احباب شفية المغربيه، هذا طلب مني اليكم. اذا الوصفه ديالنا ديال اليوم هي وصفه رائعه. نكمل لكم بعدا الوصفه الاولى اللي غنعطيها لكم الشفويه. تاخذوا كاسرون توضعوا فيها حفنه الملح والعرعار، وغادي ديري واحد الفوطة او الزيف ديالك او منديل ديالك، وتخلي البخار يطلع مع الوجه ديالك، يطلع مع الوجه ديالك، وانتي تتقراي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. ولكن حتى اكمل الآية، الآية 102 اللي في سورة البقرة، نقرأها ثلاث مرات، ونقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، وسورة الكافرون ثلاث مرات، ونقول يا ربي ابطل عني جميع الأسحار، ابطل عني يا ربي وحيد الخيوبة اللي في الوجه ديالي، وبعد مني عارض السحر، وابطل عني جميع العوارض. هذه في البخار اللي يطلع لك مع وجهك. هذاك الماء اللي وضعتي فيه الملحة والعرعار صباحا من مورا الفجر تسبحي به، تعومي به، لان ما قريتيش عليه، ولكن تتقراي في الخاطر ديالك، ما تقرايش على المكون او اي حاجة، المهم تتقراي انت في الخاطر ديالك لابطال جميع الاسحار. ولكن ما تنفتيش في الماء
اللي تيتصاعد منه بخار، لان نخليه تيبرد عاده نرش عليه هذا المكون اللي غادي نعطيكم ان شاء الله. اول حاجه هذاك الماء غتعوم به البنت اللي عندها العوارض، او بغات ما بغاش تعوم به غادي تاخذ شيء قليل منه وتبقى ترشه على الجسد ديالها، او من الاحسن تعوم به لانه فيه عرعر وملح. اما الوصفه الاخيره هي الوصفه اللي في البروغرام، غادي ناخذ الورد، ماء الورد يكون على حسب استطاعه ديالكم. الناس اللي عندهم ماء الزهر تيبغيو ماء الزهر يديروا ماء الزهر، هذا ماء الورد. هذا خديته بعشر دراهم. غادي ناخذ شعيرات ديال الزعفران شعره، شعيرات غادي ندير سبعات شعيرات في ماء الورد. غادي ناخد الفاسوخ، ثلاث قطع صغيورين، ها هما اللي ما عندوش فاسوخ يدير الحلبة. ها انتم ثلاث قطع صغار، عندي سبع حبات ديال الحلبة، عندي وردة واحدة ديال الورد. ها انتم غادي نحاول هاد المكونات، غادي نوضعهم في ماء الورد. غنوضعهم في ماء الورد. اولا غادي نقول بسم الله توكلت على الله، وغادي نحل القنينه اللي غادي ان شاء الله نقرا عليها واحد القراءه اللي غادي نعطيكم ديال ابطال السحر، السحر اللي معمول في الوجه ان شاء الله. احنا طلعنا البخار وقرينا وعمنا، وخاصني ناخذ تطهير الوجه من النواحس باش يكون عندي قبول ويكون عندي ابطال في نفس الوقت، ابطال وقبول. الزعفران شعيرات هو للقبول. هانتوما ندير سبعه الوحدات بحال هادو، هما الا بانت لكم في الكاميرا ها هي. ندير سبعه الشعيرات، هانتوما الشعيره شتيها، غندير سبعه هانتوما. انا غادي ندير سبعه شعيرات وغادي ان شاء الله ريحته طيبه سبحان الله. غادي ندير ثلاث كويرات ديال الفاسوخ. ها انتما كويرات ديال الفاسوخ، واحد الوريضه ها هي، سبعات الحبات ديال الحلبه، سبعات الحبات ديال الحلبه. غادي نقرب هاد، غنقرب هاد القنينه على الفم ديالي، غنقرا عليها ايه الابطال، وغادي نقرا عليها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. غادي نبدا في الفاتحه اول حاجه، البدايه ديال سوره البقره، بدايه سوره البقره من واحد حتى الخمسة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. حتى اكمل من واحد حتى الخمسة، وغادي نقرا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. غادي ان شاء الله نقراها مره واحده، ونقرا بداية سورة البقرة بعد الفاتحة، الفاتحة هي الأولى مرة واحدة، وألف لام ميم بداية سورة البقرة من واحد حتى الخمسة، وغادي نقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين مرة واحدة، وغادي نقرأ التواخر سورة البقرة مرة واحدة، وغادي نقرأ آية الكرسي مرة واحدة، وغادي نقرأ سورة النصر، سورة النصر ثلاث مرات، سورة النصر. وغادي تقولي اللهم انصرني على جميع العوارض، اللهم انصرني على جميع العوارض، اللهم انصرني على جميع العوارض. وغادي ان شاء الله غادي نحاول ندير هاد القنينه هكا، وغادي ندير لها هكا، نحركها مزيان، نحركها بواحد القوه باش يتفاعل الفاسوخ
مع هانسوما الفاسوخ، والفاسوخ هو فاسوخ، وغادي ان شاء الله غادي نبقى نرشها على الوجه ديالي الوقت اللي في الليل في الصباح، الرش 3 رشات على الوجه ديالي، وغادي ان شاء الله ندير مكياجي عادي ما فيهاش الملحه اللي تضركم، فيها الورد والفاسوخ، الفاسوخ تيفسخوا به الناس اي حاجه، ما يضركم ما والو، لان فاسوخ ابيض، ديروا الفاسوخ الابيض، الاسود لا، الفاسوخ الابيض. الا ما عندكمش فاسوخ ديروا حلبه فقط. درنا الحلبه 7 حبات، ما غاديش يعطوكم اشارات ديال الريحه. عندنا الريحه ديال الزعفران، شعيرات عنده واحد الريحه طيبه مع الورد رائع. وغادي نرش الوجه ديالي صباحا ومساء حتى تقاد هاد القنينه، ومن بعد ندير قنينه اخرى ان شاء الله. اذا الوصفه ديالنا الى عجبتكم خليوا لي لايك، دعموا القناه، فعلوا الجرس، تابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.